إذن كسوة الذل ما في غيرها. بدك تدخل على الله لو كنت أنت من أقرب المقربين بالذل. ويقول الإمام أحمد الرفاعي في بعض كتبه، يقول طريق وصولك إلى الله خطوتين: الخطوة الأولى أن تضع قدمك على عنقك، والخطوة الثانية بتكون وصلت إلى الله. شو يعني أن تضع قدمك على عنقك؟ يعني تمارس الذل. الذل مو للناس، لله عز وجل. ويقول أحدهم، بعض الناس لا أذكر من: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيت أكثرها مزدحمة، ونظرت إلى طريق التذلل فرأيته خاويا خاليا وقصيرا. ليش؟ بدك تدخل بطريق الاعتزاز بعملك، يا مناس، لأنه فيها لذة للنفس. نعم، بدك تدخل بالاعتزاز بجهادك، أنك أنت عم تجاهد في سبيل الله ودائما سلاحك بيدك وأنت تقاتل في سبيل الله. نعم، النفس لها حظ في هذا، كتار اللي بيشتغلوا هالشغلة. بدك تدخل إلى رحاب الله بالصدقات، بالمال، بالمبرات، يا رب أنا عطيت لفلان وفلان 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 مليون ليرة وزعتهم كلهم، لا طقة واحدة وكذا. النفس لها حظ، كتار اللي بيشتغلوا هالشغلة. لكن الذي يسير إلى الله من باب الذل يتبرأ من حوله وقوته، ويرى نفسه مقصرا في جنب الله، مقصرا في أداء حقوق الله. هي ما النفس ما لاحظ فيها، نفس ما لاحظ فيها. من الذي يفعلها؟ الذي صفت سريرته عن الشوائب، والذي رأى أنه يعني لا شيء، لا شيء. نعم، وعندئذ يجعل الله منه كل شيء. نعم.